مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى، ملف جديد مع الأستاذة زينب. مشاهدينا الكرام، ما لا يعرفونه المغاربة في حقبة زمنية معينة، يعني قديمة شيئا ما، في المراحل ديال التقاضي، سواء في المحاكم وأمور أخرى غنشوفوها مع الأستاذة زينب، وفي الأخير غتعطينا القصة ديال اليوم. تبعوا معايا أستاذة، أنت عشتي سنين طوال في المراحل ديال التقاضي، شي اشياء تغيروا ما بقاوش الان، عاوديهم لينا. السلام عليكم استاذ يوسف، استاذ خيار زيد محمد بهذا الضرب هذا، شكرا على هذا الانصات ديالكم لينا وتتبع هذه الحلقات. انا عاوديكم بالنسبه للحراسه النظريه. الحراسه النظريه ملي بديت ما كانش بحال دابا 48 ساعه ولا كتمد 66 ساعه ولا لا، كان ملي كيتعتقل المعتقل خاص كل نهار تجي تقيت تسولي عليه، اليوم تجي تسولي النيابه العامه، غدا بعد غدا، ثلاث شهور ولا اربع شهور هذا كيتقدم. وفين تيكون؟ كيكون في كيبقى تما في الكوميساريات، وهذا في عند الشرطه ما كتقدريش، ملفات عاديه بحال هكا، بحال مثلا تجاره مخدرات، بحال الفساد، بحال عادي، ملفات عاديه، ماشي كانت 48 ساعه المحامي غادي يجي يدافع، راه عارف الحراسه النظريه 48 ساعه راه يتقدم في هذا الوقت، لا، تشكي شهر، ثلاث شهور، اربع شهور، تقي كل نهار تجي تسولي عليه، حتى كتلقى عدد شي، هذه من جهه. واحد الجهه اخرى، واحد الحاجه اللي كانت الانتباه ديالي، لان ما كانت كتوقع الحراسه النظريه شي وحدين، شي بنات مثلا، ولا شي واحد شد على السوك، ولا شي بنت تسدت على تحريض على الفساد، دوك البنات اللي كيجوا تما غادي يخرجوهم، لان غادي يخرجوا حيت دابا ولا استهلاك المخدرات كيخرجوهم مباشره، خليهم في الجي يقدموهم، خليهم حتى يخرجوهم، لا، كان ديك الساعه عارفينهم غادي يخرجوا، كينوضوا كلفهم يسيقوا المحكمه كامله، بنات ولاد معتقلين، مش معتقلين اللي كانوا في الحراسه النظريه غادي يخرجوا، اللي عندهم غير التحريض على الفساد، كيمشوا القهوه مثلا، تيجي يديروا حمله تطهيريه ساعه ساعه، تيجيبوهم، ولكن ما كتخرج تجي تخرج، لا، المحكمه كلها كتسيق من الصباح حتى العشيه، المحكمه ديما القيه. دابا انا الظاهره ما بقيتش كتبان ليا. وثانيا بالنسبه للسجناء، ملي كيتعتقل واحد اوتوماتيكمون كيعطيو البيده ديال السجنيه، كانت خطه كحله، كانوا حتى دوك السجناء اللي كانت قريبه تسالي المده ديالو، واخا معتقل مثلا دوز بقى شي شويه، تيجيبوه يخدم في المحكمه، يجي تفا. دابا السجناء كيمشيو يجلسوا صافي، بقاو جالسين في الحبس، ما كاين، واخا كاين تكوينات، واخا كاين، ولكن هذا كانت زعما ماشي غتجي من الحراسه النظريه ولا شي، لا، خاصك تاخذ دير شي حاجه. انا كنتمنى ترجع ديك البيضه بالنسبه للمعتقلين، لان كتلقى تما حتى في حاله اعتقال كتلقى شي واحد اللي عنده من دار العائله لاباس عليها. حتى بالنسبه للهندام هما كلهم معتقلين، ولكن كاين اللي كيتصبر حوايجو، كيتصالحو، هو داير خدام داخل السجن، بزاف صحاب منتج. كانت بيدله موحده غيكون كلشي بحال بحال. دابا بحال مثلا الرماش، وبزاف وذاك الاخر اللي كان خدام في سميتو ينوي، معروف اسم زاز، هادوك راه ممكن يدير يعاودوا عليا ملي خرجوا، كانوا معتقلين، وحيت هما كانوا كيتسخروا حطهم في جناح ديالهم لحسن الحظ، واحد كان تعتقل على خيانه امانه، وخرجوا من الخدمه، وقا داك الزاز تما، وبقى كيتسخر عليه، وداك الشيء الزاز شي حاجه، شي حاجه كبيره، ديريكتور كبير في لونا، وتسخر عليه، وتيدير لدرجه انه في الاخر هو اتصل من السجن، قال لي قال لهم غتخدموا هذا، خدموا ب 5000 درهم وغتعطوه فين يسكن واستافد. وبالنسبه للرماش كذلك، الناس اللي كيجيو مع الرماش اللي كل زعما كيتبرعوا زعما، ولكن لا، حتى في السجن كيما ما كاينش سواسيه، كيحطوا هذا، حتى يمكنش يخلطوا واحد مجرم قاتل مع واحد داخل على شي حاجه بسيطه، خيانه امانه ولا شيك، ما يمكنش يخلطوهم، حيت هذاك ما يمكنش، ذاك راه مجرم، اما ذاك راه تقدر تقال اي واحد. كيبان لي بان
حتى الخدمه بالنسبه للسجناء راه باقا دابا ملي كيصطوا مثلا كانوا كيصطوا خارج الدار البيضاء باش كان السجن الفلاحي كيخدموا وكيتخلصوا، راه كاين اللي خرج بمبالغ مهمه من السجن. واحد الانفيرمي انا كنعرفو كان في السجن كان تيصط لمرتو 5000 درهم شهريا من السجن باش كيكبر ولادو. راه السجن راه كاين باش خاص كيصطح باش خرج كي والسجن بحال مثلا كاين شي واحد كان من الحارف ما بغاش يقرا دخل صغير، شحال واحد عرفتو خد جوج دكتوراه ثلاثه داخل السجن. اذا راه هو في نفس الوقت راه كاين اللي كيستافد منه وفي مصلحته، وكاين اللي مخرب غيبقى مخرب تعيش مخرب. الملف ديال اليوم اليوم الملف ديال اليوم كان عندي واحد الملف ساعة في 92 كنت كنوب على واحد الشاب اللي ما داير والو، داير غير داير التجارة في مخدرات، والتجارة في مخدرات ديك الساعة ماشي بحال دابا كاين يقول لك خليك بلان خليك بلان، كتبان لي غير قانونية. كان ما كانش عندك المحجوز براءة، ما عندكش محجوز براءة كنا ما يمكنش يحكموا عليك، لأن خاص البائع والمشتري والحيازة عندك السوق في حالة تدبوس. أما دابا تنشوف تيجونا ميفاز هذا حاقد على هذا مدار معايا خليه بلان، ولا غندخل غنخليك بلان. ما فهمتش علاش كيعتمدوا باش يحكموا في هذا البلان، ماشي هذا ماشي قانوني، خاص تعاد النظر في هذه القضية، لأن راه كاين ما دايرش. واحد كيلصق في التم غادي يبيع، واحد عنده عمر مرة تابع بالمخدرات وتحكم بها صافي، راه زعما غادي يبقى ديما سميتو واحد ما غادي. راه كاين كاع خطا، كاين خطا حيت تشد مرة على المخدرات تجي دير لي ثاني مخدرات. لا لا كاين اللي كيعفو عليه الله، كان هذاك الولد داير غير هذا هي اللي كنت انا كنت غير غيخرج لان ما عنده لا حياجه لا بائع لا مشتري لا تشوع. بالنسبه للدري اللي كنت سجلت فيه النيابه وجاي النوبي على اساس غيخرج لان ما عندوش حياجة، ما بقاوش ما كاينش حاله تلبوس لا كاين لا بائع لا مشتري، ما كاينش ماده مخدره، لذلك كيعطيو البراءه لان هذا هو المسار اللي كانوا سارين عليه القضاه في ذاك الوقت. شي شويه انا جالسه قبل الجلسه تبان لي الدري طار من قدامي، من كان حاطين في المقاعد الاماميه ديالنا، انا ورا شي شويه بان لي طار لقى تيجي تلاح فوق المنصه ديال القاضي، ومن ديك المنصه ديال القاضي من بريمير طاج تلاح الزنقة ومشى حتى عرفتي المحكمة الابتدائية ديال الحمام، مشى حتى حدا ديك السقاية ديال اللي كاينة تما. شكون اللي سمعها؟ حتى الجردة اللي في حدا المحكمة تصور وما تهرس ما والو، تبعوا شكون اللي تبعوا واحد الزيزور اللي كاين في المحكمة اللي هو عنده مكانة كبيرة بالنسبة لي ديك الساعة المحامين، ولا ما كانش هو كيتحل الشباب ديال المحكمة اللي كان ديما مسكين تي بابا بقى الان تيشوفنا كيحتارمنا تنحتارموه، لان كان معروف تيمشي يجري حل الباب الا كان شي زميل خارج تيولي بحال هو كل شيء هو المحكمه مع الظرف اللي فيه تيبان لنا شي حاجه. هذا هو اللي مشى شدو، مشى يجري وشدو وجابو ليهم. ديك الساعه انا مشى للسجن دابا تهم اخر ديال الفرار، انا ديك الساعه ما بقيتش كملت معاه لان داز على راسو تعصب لان كان غادي يخرج تورط في حوايج خاويه. وهذاك واحد الحاجه من باب هاد السيزور درجه ان النقيب اللي الناصري الله يرحمه ويوسع عليه ملي ولا وزير ديال العدل جا النقابة لأنه محامي غادي يتعاطى مع خاصو يشوفوا النقابة محامو زملاء، هو يتذكر هذاك زيزور قالوا ليه قال لهم فين يا هو، مشى قلبوا عيجة هو يعطيه ورقة قال لي غتمشي عطيتك 100 ديال الحج تا الزوجة ديالك وعطاه الفلوس باش يتكلف عطاه كلشي. إذا هذاك الزيزور انا عزيز عليا دابا الان، كان حد ديك الساعه كانت حنا قران ما كناش كثار شحال كنا 1000 واحد زوان معروفين،
احنا كنا كنعتمدوا عليه، ما كانش هذاك ما كاين والو. اذا راه الحمد لله ملي اي واحد كيدير شي عمل شريف اللي كيكون محبوب عند الناس، كيف ما كانت وضعيته كيف ما كانت حالته الماديه والمعنويه، راه المحبه ديال الناس هي كل شيء، من غير المحبه ديال الناس. هنا طبقت المقوله ديال مصائب قوم عند قوم فوائد. شكرا لك استاذه. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا بعض القصص اللي تناولت استاذه زين في المسار المهني ديالها، غادي نشوف معها ملفات اخرى شيقه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.